حقق اليوم نصاب الجلسة لإجراء التعديل الدستوري وأنجز التعديل الدستوري وفقا للاتفاق السياسي وحماية لحكم المحكمة العليا الليبية، وأن كل الأجسام الآن المنبثقة عن هذا الاتفاق تأخذ شرعيتها من هذا الاتفاق. تواصلنا مع العديد من أعضاء المؤتمر الوطني العام اللي هم أصبحوا أعضاء في مجلس الدولة. نسعى بإذن الله أن يكون المجلس على الدولة عونا ورفافدا أساسيا في المجلس السياسي الليبي القادم، يتعاون مع الأجسام الأخرى المنبثقة بالاتفاق السياسي. هذه التواصلات كلها تصب في باب إيجاد توافق في ليبيا وإخراج ليبيا من أزمتها. هذه الأجسام الثلاثة الآن أصبحت مسؤولة أمام الشعب الليبي وأمامها تحديات.